اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا سيد ربي من خالقه سبحانه وتعالى من ضيف كان الدين، ضيف كان الإسلام، ذي النعمة لأهل الأرض. أنحمد سيد ربي مثلا شكرا سنة ضيف كان نعمة الإسلام. أي مثلا الدين ما يفكثين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى بشري تهني العبد ذي قاع ذي تهني نتس نفسيتيس وذي للصلاح. أما ذي الخدمة، أما ذي يعني الاقتصاد، أما ذي يعني جميع أحوال الحياة اللي يعني كامل، أما الحاجة هذه للصلاح أري لن يجار العباد يجار العباد جوجل سيفا شاسين المعاملة الحسنة اللي وين يلهان جوجل سيفا العلاقة العاين يجار إمزار إكزغن القايقة يغضي في كسيد ربي اليمنى إلا خان خدم ذي الصلاح وسيلة المعاملة العاين من جوجل ربي. سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرب جوانيس بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى هذه خطاب النبي شبيح صلى الله عليه وسلم سيقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إن تكون في غنى نظرت ونعيد دائما وأبدا باليوم الميدي يتخطر سيد ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يتخطر بالأنبياء يتخطر بالمؤمنين دون المرأة يقرد قويس صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن سيد ربي يتصمر بالمؤمنين سوى يسيد يمر الأنبياء مرأة ما تفض يمر النبي سوى صلى الله عليه وسلم خدمك خدمك يمر المؤمنين مرة ما خدم أنا ما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خطر يقرد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الذابرين لقد النبي صلى الله عليه وسلم تتبعهم القدوة الأسوة لقد تتبع أكن يخدم هذا نخدم. إذن يقرد سيد ربي سبحانه وتعالى قد ما أنزلنا عليك القرآن لن تشقى. إن الدول في غير الرسالة يجي الدين الرسالة الإسلام القرآن الكريم وكيف في غير باش أتلد الشاقية يتسمى باش تعيون باش تفشيط باش تصعد الهم باش تصعد الغرب باش تحزن ولكن في غير كثير باش أجد فان تفاث قدرين أستبع الأمرين أسكن على دبريد التفاث أفريد يشوفه أنا روين العين أفريد ذلك يكسن الهم ذي الغم ذلك يكسن ألا كيف كان الرحى من الباب خزر فكيف مثلا نذيب سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكي يغض الديننا إيوه يقيم يغض إما في دفكة ولكن أي مثل سيد ربي سبحانه وتعالى يغض دفكة القاعة باش تيزدغ العبد باش دفكة هذه الإنسان للعمارة القاعة يقيم يقرده هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ويفكي يغض بكرة نعمة الخايدين يفكد المنهج ذا القرآن الكريم السنة في محمد صلى الله عليه وسلم وإذا نشتقين في الدين نزل كتب ذي مزورة وإذا نشتقين في الدين نزل في الدين رسل الأنبياء والرسول نشتقين مرة باش أذي تهني من العبد الغوينس باش أذي مطمئن ذي عبديس نكلي ذي عبديس نكلي ذي الخلقين سيف غي غيني الهان. إذا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى باش يرتاح ولن بنادم أي مثلا ولكن العبد أهل طارق خدمت سيد ربي ما نشتاقين باش العبد هذا يخدمك ليش يعجب لذي الدولي نشتاقين يفكد المنهج وينزل في كتابين ونزل القرآن الكريم من السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويفكد ويرصد الأنبياء والرسل أهل طارق ليك شيني ما العبد باش تخدمك ليك يعجب ويمشي لها. يعدد ابن جريج رحمه الله في أفكار الورباع كان الأقوام يغند كل من الثاثني فديوضه نجف ذي العبي نعم الناس ما شألكم الناس تشوف شغيك تخدمها كان الناس يا فلان الناس فارغنا من العمل الناس فوق الخدمة قلهم أنا ساعدين وقت يتسمى من فرق محسوب فوق الخدمة أخذنا من ساعدين وقت العمل الناس سبحان الله الناس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قال فإذا فرغت في الصف نفع إذا فرغت في العمل خذ هذا يتمنى إنيس أنطرني ندفع إذا فرط في العمل فإذا فرط في الصف إنيس ندفع إذا فرط في الصف فخذ مضخم أرمد العشاء ولكن تمديد الدوض أصلا دلت الزلاة أصلا القرآن الكريم أذكر السيد ربي سبحانه وتعالى خمضي الدنيا بكيك مثل أخذ مياه خاطيني
أكن يد مثلا دين سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى إذا كان ديننا كون يفكثي سلاف الحوائج إلا قد دائما نشفو في الناس نشفو ماشي مجرد ركوع وسجود نغم كنا يتخمم الكرنك ويرفعت صلي إذا قندور ذي كغر زرن ولكن نظرين لنا نضي شون يقدروا ندخل قوين عبد أي مثلا الإنسان يكتب على بريد الدين الإنسان يكتب على بريد الدين أم الحي أبد الميت ولش كرم قسطية النظر قسطية النظر يقبل قواني سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها إذن الإنسان يكتب على بريد الدين ذبري ذي رند الحي ذبري ذي السكن التفاف ذبري هي قاعد الخطر إن سجل قاعد لا بس اللي سعدي فيه ذا الدنيا تكمل جفاها ولكن وين لم خارج الدين ونسينا الدين بشو ثمن نسعيش ذي فخم طنطيا أوري زرنا سريك أوري زرنا سريف أي كما يذمث إذن ديننا الهدف نس بشر يطمعن العبد الدنيا بشري ساعد الإنسان في ذاته إنسان كم يتقعها أذي يرتاح ويس أذي يشعر راحة البال في السنين نظام هذه للصلاح للقاعدة للصلاح للقاعدة الإصلاح في العمل في الزمان الإنسان أذي يدفع أين دي من عربيهم ماذا قلت تسخدم ماذا خدم وستشارة في دينس ماذا قلت تخدم وستشارة وتسوي إلى قرى الإنسان أذي يقول مع الميسة ماذا الوقت ماذا العمل الذي يشعر دي خلاص أذي شما قيم النسيد ربي الدائم اللي ترقى به شكون اشتكي نسالي لي الصلاح ديال مرتيك مثلا وسالي لي العمل اللي تسكت تمرينش قول هذه لي الصلاح ديالو هذه لي الصلاح ديال العين وديرنا يفكر يتسيد ربي باش هذه العلاقة العايم هي الغشيم باش نشعر الاخلاق الحسنه باش الصفه ديالها باش تسلم ذوك لي المعاون التكامل والتضامن اللي قال الغشيم باش اللي يزرع سيدي ربي المحبه ديال العباد ديالك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم واش ما يديتوا بعد يتوا بعد بكلمة واحدة بشر غير ربي بشر ربي الأميز يقال بقويس إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن تقولد إبعثين سيد ربي باش قولد الصفة لها التنشر ربي الأمين بشر ربي الأمين أكاغير مثلا إذا سوى نشتاقين إساريين الرحان الباب بعد المقدمة يجين الدرس في الضغطنا درسي بفضل الله وبرحمته ذراحة من القلب ذراحة قوي أم هي تهني ويلا من نحب للدين يفكت السيد ربي باش هذه الأدلة الراحة هوي العبد المؤمن الرهيب على دري الناس إذن راحة القلوب العوامل شنو إذا العوامل اللازمة اكتياقا باش هذه الأدلة والعبد يرتاح أي مثلا ماشي بالشيء ماشي بالدريا ماشي بالقصور ما يبلثن ماشي بالسعاية من الدنيا مرة ماذا قال إساس ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى يفكي يغد العوامل ماذا قال يدفع العبد أبري ذاك إن حشنا فحرية تحديد دوني حشنا سعدنا ليس عديك ذاتي لها أي مثل وذي يدفع أبري ذاك سيد ربي وسيرس سيد ربي الرحمة اسم الرواية غرص ثم زورا أن قد يسعوا الإيمان العمل الصالح كما يتمثل الإيمان العمل الصالح ذو كان الشرط الأساسي ما يسعوا الإنسان المؤمن باش يتهني هذه تهني الخطريس أتشعر الإيمان أتعقل بالله السيد ربي كده خيقا السيد ربي كده رسقا السيد ربي كده صرقا والسيد ربي ما كحسنا وغرص أروس أثو غرض أبن آدم كما يتمثل ما نمقي السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أثيد قرب دائما الدخيل الخاطري هو كي دخيق الكشين ودي خيق من الجدودي ودي خيق من فافثنغ آدم من عبد المزوال ودي دومي وذي دخيق ويسعى لفافث ويسعى لي بس نسعى لي دخيق أكي قمي مثل وما نخسر الحويج نظر الزيت ما نتعدي في الاسم ما بدمض ثبتتاس بطاطا أكي ينبون دو تال أتشد وانو يتي دخيق انت قيم تسيد يا ربي انت دفت مزوال خاصة كل دفت أدفك النبات على دفك البعض ولكن إذا مزوره متى دفك ودفك الحيوان مزوره ودي جميع أصناف مرات ودفك أعقى جيردن ودي خيقنا أعقى جيردن ما ثرحك وكتاكي كامل أدي ماذا أعقى جيردن أتقضى الضغة يلقى أدفك تيدرس منك صلاة مش حالي أعقى يدفع ولكن إذا أعقى مزوره ودي دقيقا أنا ودي دفك الدفع إلا وين إلا دفير الخلق إدي خلقنا العباد إدي خلقنا الحيوان إدي خلقنا النبات إدي خلقنا الجماد إدي خلقنا كل دوني ذاكو أين ينظر لك مرة وتسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أي مثل إلا أدن سمحي أي جن أي مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أدي قرأ وتسوى ذلك ما فرصتك رصق من صور كنا خلقك دين العبادة عبادة
عافدين رزقك صغوري، ولكن كاين مؤامرة كيتش العبادة إلى قضية عافدين. يقرد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبث ثم زور وتنقر وتفدي شوخي خيال باش اللي يعبد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. شتيني غا تسبب أتخمم سيد ربي مليان تشكيل غا سيد ربي، سيد ربي غادي يستكلف في صالح صغير. ولكن هو كنت شغاير لكن فيا عافية في الرزق أتجبين فيك يكلف، يعني هو قبل منظف في الليل. فرصت من الفلي، ولكن أين فيك دمر غورك أدت سو؟ ما كان سما قيد العصر جين سعيش إن فيك يوما سيد ربي ذي العبادة للرذيطر نعم خدمي كلا كيا أكني بغيني، ولكن فرصتني غير من أكني مذمنا في غير فيا عقي مذمنا في الشغيد الصح الملاجئ. كم يثمن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يخدمت شرطنا الإيمان بالعمل الصالح بشري اليوم العبد اليوم أبي تهني لدوني وسرس سيد ربي الرحمن يسدين الخفاء الإيمان بالعمل الصالح ماذا قبل الشيء من سعيد الإيمان ثقاد تزرد من ينسيك دي غيفا ينسيك درسفا وينسيك حسفا غربور ساكي وغير وتسخ وكي حاسبة فين تخلط أنا أفضل ما تخلط بين أين الذي دي دوني ما غادش الشري حرام وتخدم بها ما حدش في لك تهجير الوقت لكي يترجع لك خطر الإيمان الإيمان يتشي داخل قوي ولكن يتشفغد سي العمل الصالح وكزران ما تقدر تسعب الإيمان وصابر ولكن العمل الصالح ما يبقى ما تقدر تسعب الإيمان ذكوي يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان ما يوقره القلب ويصدقه العمل الإيمان داخل قوي ولكن لا شيء يتصدق لا شيء يتصدق الدين ذلك هل وش غير يسمى سيد ربي سيد ربي سبحانه وتعالى يسمى قيا العمل هذا قال الخبر كيف مثلا يقرد فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير ذاك الايمان ثم العمل يند ولكن الايمان غير شيء مقاي سيدي ربي سبحانه وتعالى الانسان المخدم على العمل الصالح اذ الايمان ينقص ويزنى ويجد ولكن ماذا قلت شتي من سعاده الايمان ذكوينك ام حسن في لك حاشا العمل الصالح حاشا الباب الارض الوالدين حاشا الجيراني حاشا ونعرف ونعرف الجيراني هذه الشر اللي قلت تعيشه اخامي اما تصدم وتسمى حاشا الخير هذه في صغرك اكما يتمثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الإنسان يسعى للإيمان يسعى للعمل الصالح إغمنس أسيفك دني في العين وسيفك الأخر في الآن خاصة من قرد سورة ديوث الآيات سورة النحل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد من عامل صالحا من ذكر أو أنثى من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييناه حياة طيبة ولنجزيناهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دين دون الخرم الإيمان يندون لي خدمة يندون لي سعان الإيمان ويترجمي العمل الصالح يندسي ربي سبحانه وتعالى سيرزقها الحياة الطيبة يندفل نحييناه حياة طيبة سبحان الله أخذر كلمة مثل الإنسان مريض يسيان غروين في دقيقة بدينا في الديار الصخة الحياة الطيبة اقدي فيك الحياة الطيبة ام خد شيء لهذا المؤمنين ام خد شيء لهذا يخدم العمل الصالح سبحان الله سيد ربي تخيف على الوعد لعبيك تخيف من الوعد من سيد ربي ما يوعدك الانفذ الخطر ولاش لاش مجمع لنا ولاش واثق الرعان باش باش في الوعد شو ديس الفيدة اذا ما يوعدك سيد ربي سبحانه وتعالى ان ينفذ الوعد يقرد من عمل صالح من ذكر الوعد وهو مؤمن فلنحييناه حياة طيبة يند يوبك ذد بلغة تشفك الحياة الطيبة يند ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يند الدنيا تشفك ثذة العين ثذة الهن يند ذي لخف أظهر أذى شفك ذي الجنفي أكما يثمثنا غير وعاد سيد ربي غير جاي ربي ذي المؤمن غير جاي ربي وإذا فيك خدما العمل الصالح العمل الصالح يثمثن إذا الإيمان بالعمل الصالح سيد ربي غسل كيف يبيس الحياة الطيبة ثذة الهن ذي الدنيا وسيفك الجنف ذي الأخف وذين إنس منهم أصيك في ربي جميع نجمة الحياة الطيبة ذي الدنيا ماشي الحياة ذي للعب سر السين سبيان نغذي لهم يسعى الشيم نغذي لهم يسعى لباكيما نغذي صف ذي سام كرد جميع شوية الدنيا كم ماشي ذي نشتقيه مثلا أتصل عيفا ذي كشف كرد الحوال جديد للمرة ما أكون الدنيا كم ولكن مريني ومفاميس يخيونيس للإيمان ويسعى للإيمان ازدخي ويسعى للشافع كما يمثل ماشي السجد تقامت بذلك يتشنضرين لدون ذيك اللي يسعان ذيك اللي يكشفن التفضل سوف الله كما يتفن يغرق داخل الشير يغرق داخل المتاع الدولي ولكن من بعيد رجع بيجيبوا من الجهنة ميك سعيش داخل المخيص تشيب السيك سعى داخل المويلس ويتهن لنا مسكين أي خطر يغرق داخل الأمور من دوني كما يمثل يقرد سيد ربي سبحانه وتعالى الموانيس
وتوكيد دنشتاقين إن دواء من أعرض عن ذكري أعرض عن دواء لا يخرنا في بريده ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنكا أي مثلا أذي ونا يخرنا في بريده ربي أسيفك المتمعيش ذو عراني ولو يسعى مليارا ولو يسعى في قرصي ولو يسعى قصور ولو يسعى عيني ولو يسعى ماذا قلنا وخر في سيد ربي سبحانه وتعالى أسفك أسفك المعيشة نجر في جل المؤمنين المعيشة المعيشة نظنك أي مثل الأمثلة من الوقت اللي تعيشين ماشي حاجة تصير فيك خاصة أتنسعيش بس الحياة ما ديها شغل سقسانة في يوم يعود كان بحال وبرباعيا ويجب والميدي في كربين سيز قدار بين وشي الإنسان المؤمن ويتمقر لس يحسن يبا يفكي يزد سيد ربين إلاي أبي خزر سيني ما شاء الله لا قوة إلا بالله هاي درس قربة ما كان درس قربة ما كان درس فلان بس أصعني درس سيد بس درس قيدة سيد ربين ما كان درس قربة فلان أكيد مثل ولكن من شمني وين يسعان في السخر وين يلهان باش اللي يدهني انسان اللي يهني الغير نظر ولكن ملك اللي يتعيش الشقاء الشقاء الزخر السعايا واستنفعنا للغشي الغشي السن عن المؤمنين الفقراء والمساكين هو اذا العبد الشقاء الصحيح مثلا السقسامه في هذا امشي كتشي لي فلان وثيوم ورا ما صفا ما بخير يسعاد هكا يسعاد في مرضى في فرنسا انت قد كان عبد مقرر كذا تقول سي خايب خميس ندعو الله ما صادش شنو دي ندعو الله ما يكملش كاع المسكين ني غا سبحان الله ماشي كنت يوالو ساعه شو الهلكيه هذيك الهلكيه وساعه هي كان كنا نتخاطر ولا ماشي الهلكيه الحمد لله حاشا الامور ندوني وري قالوا لي شقال في الامور ندوني ما قيت يد مثل اشعر الشم اغار الصواب مري للعب يفعل افريد سيدي ربي من الخالق سبحانه وتعالى يحكي لك ايون الزميل في الكربي سيخا إن دي روح اليوم غرورين على وكالي يخدم باش يزدي في الثلاثة وسينس إن دي قالي ذاك روسي سون جيست فران وذاك يخدم إن دي يقول يوث كاروس تيراز يقول ديك شمال وكار بلا ذاك كامل ميم العباد يعني ندي السين السين دابا روس دينا خاطر ماشي كاروس ديك شمال ديجا موقفي نغويات دي تموت من بعد شنو ندير قرا وركز قلت لك قبل شيء خير إن تسقسي ما دلناش كشيني ما سبب ممكن هو ولا ماذا بس بقول يعني ما قمت دخلت فرنسا وسيس سقسي دي ناس ممكن هو ولا الناس شاد من الناس وهذا مني موت ما خير ولا دون تجد زعجة خزر لي مثل سبحان الخالق صف بدك السما من ساعة كروس اللي كان يلعب براني ذي نتي كفر ما يعيش 200-300 سنة ولكن أخزر لعب مريني يخيو ليش للإيمان الشقي غادي يفرض بيس ولو كان يسعى الملايير ولو كان يسعى في كرسي يسعى القصور اي نيفو يشعر خطر ثو خلط غسيل ربي من خالق سبحانه وتعالى يخيو ليك ازدخر ذي الايمان وما يخلو ليك ذي الايمان ولكن يخدم ما ويني وين وين كشفن اهل الارض مرة كما يثبت سيد ربي من خالق سبحانه وتعالى يتوصي دائما ويتأكد ده فويلة وينا القلب اي خطر رقم كده قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب ينبذ يوث ثقيل يوث الكتلة قرشون يكسعام العب داخل قدمان لنس ثوزن سيني دسون سيكونت قرامة دسون سيكونت قرامة ثوزن يكف بلس أهل ألا لزون يرون دو كتر غنبة ومقار من يتكف أي مثل ذي الدقيقة أشحال يكشفون الكار الكار لعب وقام اللي يدو بصفك النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما تصلح يصيح السلع ذاك تصيح وما يفسد السلع مرة تفسد خزر كنت مدر في العالم كنت شعر دقل دخل يقول العالم وديك في كينا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب ولكن ويلعب ذا مثلا مش الحشم الشخصي كان وإذا من باش يعني هذه السوء الأكسجين غال الجوارح باش أدخل الشغل يسمك اللي تيقي حي ولكن إذا المقرن الإيمان أنسي مين يكثك الأكسجين يكثك أنسينك في الأكسجين يكفيك الإيمان ما أكني ما يكشف الأكسجين على فسن العالم أذحيون أذي ندز قوانا خمس شغلين سنة بيا يعتاب وكن يوم ماذا قلت قضيتنا الإيمان ونتين دخل قويد دوكانا كنت دخل ماذا قلت قضيتنا الإيمان وسخصرنا على فسنه ما يقضى الإيمان غير وني وسخصر ترم وتشفر ترم وتشفي ترى غير ويني وقربي إضارني وتفي لنا غير ويني وقربي أكل جوارحي كامل يتصوغذنا الإيمان أما كان في صور الأكسجين وثفانا لنا وثفانا لنا في فريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أكما يتمثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إن زيد الدين أي مثل باش أذي يرتاح ولا لراحة القلوب باش أرتاح الولا ولا
ما قلت كان أنا ما قيل بي ديفلوبي بإمكانك كثيرة في مريبي تقدم لك خبر نسوي ذي ذكاء يمثي ضعفائنا الإيمان شما قيل هو يدور روحنا فرنسا هو يدور روحنا أمريكا هو يدور روحنا ولكن جايين ذي جن ذي تعيش الحقيقة ذي تعيش إجعل عندنا ولكن دي المادة مضصح ذي عين ولكن لو نسينا ذي نمسك خذ ذكر لي ستاتيستيك 2014 خذ شو انا ذكر في هذا الدمكان شي مثل كان كيدي والمثول هو الشيم نزورت نتفكر كامل ادي قبل ستاتيستيك 2014 اشحال لي سويسي ديكسيلين والطاقه ديك السنه اللي بي ديفلوبي ازال 800 اورغايف امد ديك الطونه الاخطر وحين صندوق شويه اكان غير مثل ازال كل 40 سكوند ينقلع عندي مانيش ينقلع عندي مانيش الطاقه ديك المره ديك مره ديك مره يتقدم كما يتمدد أنشتاقين على خطر خيان ويوزن وزرينا لفاشة تيسعيشن وزرينا مهمة في النادي في كاسي لربي سبحانه وتعالى اللي عندك خدمان البلو غران بان ثيق نضاف غيرنا وثيق نضيارة من الدنيا كامل ولكن اسمنا نجمعا في مورا الدنيا في مرة روح عند باشات حضران البان نيم بارث ديشن أهل تمورث نيم واستعرف باللي ما يخدم ان طلبه يخدم ان بروجي ويخدم لها هذه ورا النظام هذا حاج هذا عند كان في رسم لك الزمن هذه يخدم منسى ولكن هيك مثلا سميث فوق كان في كانش الجائزه من الجزائر يجتنا ارميدو خمس سيناريو يجي نشوف البوان اللي قال دي مانيش ينغي مانيش اكما يتمثل يخدم اش من يقولوا لي انه ذن فلاش يا عبدالكي اللي يقولوا انا خمتي سر وين دايز ذا يفهم يقول هذا دو بابيان اي ماركي اني سكرات في سنادي غادي دوني خير الحوق في الحوض الدنيا بضغروس طموحات منه مرة بضغروس ليس بجيكتيف سعر مرة بضغروس كامل إنيش ولكن وزري غالة دي شيء دي ولا نتخذ وزري غالة الوين دي تدوه هو اللي غالة الله فينير ولا نيدا أرمون أي وشي ميتعيشه أي وشي ميدي فكام سيدة ربيا إنيش تقولي دي حاشا الله باريان الموثاقي قزمان هذا هذه اللي تبقى لنا رزق ويخذ مكافة مصدقين لنا ليش وسيدة ربيا الخالق سبحانه وتعالى يقرد قواليس وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون يندخل فقرين باش أذي يتعذب باش أليلم قولوا ونسيتوا قولوا ونسيتوا ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم السنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وذا اجتهد يغين سنف عنا آية مثلا وسيدي ربي سبحانه وتعالى غيجعل دنيا الحياة الطيبة ذي دنيا وغيجعل ذي يخاف ذي جنة كما يتمثل ديننا أكي منع ذي المضرات نفسيتي المضرات نفسيتي أكي منع يلقنخ من مكة دائما وأبدا مريدين العبد يولينا سوف الباتمون ذي القريمانيس خزر كان سبحان الله أني وغيت زمرة تحميض أكثر جمانيك أني وغيت زمرة تحميض أكثر جمانيك حاجة الإنسان المؤمن يحمي سيدي ربي يحمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحمي القرآن الكريم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كدين الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعد أشتقين أطغب تنفسي ولكن ماذا قلنا ذلك الشيء أشي من ديننا أذي أتحميض سيدي ربي يقبل الحديث النظر لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قلت سمنا رجيون دقوني حاشا ماذا قلنا يغل سيدي ربي ذنب محمد صلى الله عليه وسلم إذن سيدي إذن نغي دي مزورا دخي قويك أكثر قوي من المرة ذربك ذي الغار من المرة أكثر تمسيدي أشي من ديننا كان على خطر وجينا من غانا ديال غريمانيس السوف الباتيمون باش هذه غريمانيس لو كان يزي نفسي ديال ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه من هذه الشرط نفسي ديالش ودير قدس الكار غريمانيس بورتر جهنم النبي غريك الدوين اللي تاخذ ما كنت مسال ديالش اكيد مثلا فاش في القران موت دي القران على ربي موت دي القران القران الكريم السنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاسلام وتدي القران ولا شوات دي القران ما حدش ما يضر يمانيش اذا ديننا اغي من هذه المظاهرات في سيدنا مولاش لو كان لا غادي وخر افسد ربي ادي وخر في بريد الدين ادي كشمال دخل للقوقعه نفسيتي نس ادي خل المظاهر ما يمانيش كما يتمثل ما تصير في سيدي ربي اكيد من هذه الشرط نفسيتي سبحان الله يا عدد يونس حبي ناس رسول صلى الله عليه وسلم ناس وتغشي سيف وصل يا رسول الله ناس تدعو غير سيدي ربي نسقر اللهم الهمني رشدي وقني شرس ربي سكني ما بريد صحيح فمن عظيم لي الشرط نفسيتي سبحان الله الشرط نفسيتي خطر ويجي يخدم من مضر ما يمنس يدرو ذلك اليوم اش من ندير نسوي ليه مزيان اي خطر ولاش باش المضر غير بنتك هذه قضمة في النسيب جمع الجهنة ما غريك الدو ذا شاكي من عام وادخل صوت الله المسيحية للسيد ربي سبحانه وتعالى أتصبر أمد العالي أكيف وأينف وتساعدت ذي الدوني ولكن لا تصبر إذا دو اصبر لحكم ربك فإنك بعين اصبر أين يضغني ضريبك أين تغو
تساعد الى قصا فرنسا بالاراده ربي اللي يوريك ربي ماشي للتسعيد يوريك ربي للتسعيد يوريك ربي للتسعيد للميزيريا يوريك ربي هذه ضروري هوايا 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 ولكن الصبر باش يدير ربي سبحانه وتعالى يقضى لنا القضاء ان الشوان شتيا ولكن وكي الطيران ما تصير في الناس يجمعك ركني كرك وين يضرك مره غب اكثر ديال ديال المنفعين اكثر ديال ديال المصلحين هذه يجي مره بيني الهم مره فلك على خطر لك فوسيش كلش اي مثل خزرت كذا لا لا نسوي الوكيل هذا المثل اذا نسوي في مريقين اذا القركات قدمت اذا ندم وكيما الخسر الفساد التفكك الاسري الزر لي فامي تمريقين تمريقين يتقدم لك ونسي لنا غير نسي ربي الخالق سبحانه وتعالى اي كيني نزر كما يتمثل اي كيني شويه اللي كيجي وينك قادم اما دي الفاميلات اما الشيرة الأخلاقية العيبة دي ثورين الغرب ينشر من إيسا عيش ما كن دينهم أنا ما خلق كنت دي ثورت من فرنسا ما يد مثلا الستاتيستيك 2012 ده شو ما أمكالة دي قار ألا تقارت الستاتيستيكية أزال من 334 دي فورسك تشين دي ثورت من فرنسا كلها زرت كان سبحان الله لا سبحان الله لا ذني كان عندوني هواية أزل 334 لي ديفورس كتيرين شاك جور لي مرضان فرنسا والصوابنا لا تقرب الاستاتيستيك أزل من مذق لغري لي المارياج نغز الزواج نسين أذي نسين يون نغم يون نغس أذي أثي ثبع الطلاق وتسع الطيارة خذر ذي مثل أزل 121 نايف 849 لي ديفورس كتيرين دوك شكواز لي مرضان فرنسا خطف كان يتمثل الناد باللي صرب خطر سيدي ربي الناد سبحانه وتعالى الزبوري من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الناد القاعينون العبادي والصالحين لا تشتغل يغالى دبريم أكل ثبوت أين ثبوت كالدوني العبادي الصالحين غالى دبريم مثل من دوني تيت مثلا من قلي تشي ينزل 121 نايف 849 ندي فرصك شكوس أنت تسدوت مرتقب حشان قاري غالى تسدوت ولكن لحسن الظن رزمه أين ديكتش من الإسلام دي ثمورينا دي ثمور ذينو 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 موثق رزمه الراسي قد يحسب إيه مثلا الحمد سيد ربي الله فنشكر الإسلام في الدوامة كانت تدو ثلاثات يكتدو الإسلام إيه مثلا ذي ثمورينا نغضر إذن أنشتاكين ذيك يقضر أنشتاكين يقضرون ذي ثمورينا نغضر ذي قدرت بيعار الإسلام يقضر ومن هشم للفساد الأخلاقي الفساد الأخلاقي الاخلاق نشتكيم الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف بعد باش غير اشكال الاخلاق انما بعدت لاتمم مكارم الاخلاق ام خلي الشيء اللي عندي مانيش ام خلي اريس الحقوق نس ويكتشم على الحقوق الغير ندفوك اللي الضروين كيكتشم ديكشم الضروه الغير انك وتزمع لا تستعد ديال في الغير نظام وتزمع لا تنكر ديال والدينك وتزمع لا تصدر ديال جيرانك وتزمع لا تصدر ديال العبد ما يقربك ما يبعدك اما تصوت موت السنبره وكان اخلاق غادي يقول واش بان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مالكش من الفساد الاخلاقي وين يقدر ندي ثمورينا ذي لا يريف الشعر ديك السيد مثلا ذي لا يسيك زمره ذي يستحي العبد ذي يدر ذي يدر وين يقدر ندي ثمورينا الان شي دي كوايا على خطر وثبي علينا نبري نسيد ربي وثبي علينا نبري النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يتمثل ولكن فير السلامة القلب شديدة هذه سعومة الإنسان راحة القلب هذه تهني ويس باش هذه تساعد لدوني إلى قد يدفع عبر نفسي ربي خصوصا كان كيدي قاري قرد الذين آمنوا يجود ليش بالآية سورة الرعد يجود إلى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن دي قد يومنا قد يسعان الإيمان قد يومنا السيد ربي فعن محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا إن تشوشوا من سيزمان التهني ويونس التهني نصر السيد ربي سيدكر السيد ربي ألا إلى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذاك الشطر ديال الآية كان أغدي قرب لي ما ذاك اللي خصنا ديال بلي غادي تهني الخاطر كبر راه كبر ديال سيدي ربي أقيك في غلطة ديال الكبر ديال التبع أقيك في غلطة ديال الديركسيون ديال التبع كما يتمنى وإذا نشتاقين إن شوية السنة ديال العصر اللي نتعيش نقولي الراحة الراحة قولي شنو هذه المرة مدنا مدن الفلاس ولو ذي العيب ذي كثباني يكثبان ماشي اللي بذلك يحمي سيدي ربي سبحانه وتعالى باش اللي يحقق باش اللي يوفر المستلزمات باش يتياقني وخميس هذا واحد ياكل باش اللي هو غرمي وخميس كما دي تهني هذا يخدع باش اللي هو غرمي وخميس كما دي تهني هذا يختلس الاموال باش اللي هو غرمي وخميس باش اللي يشتري لا فينيريس
ولكن للاسف الشديد ماشي دبريد العيون يتبان، ماشي دبريد من الراحه قوي يتبان، اي خطر بين الراحه قوي دبريد اللحيه. وخرب بديك شمي حرم مره نط ادين هوال والعب ودي عيش دي الشوال وسيك سيد ربي ما عيش نظفان كثا ما عيش طوعرا غصص دخل مليارا غصص دخل كوارسين غصص دخل قصور غصص دخل بوين يبغو يسعو كامل ما لك لا مهتبع ذرا ما بريد سيد ربي يفسد والعب الجوارح الجوارح نظر مرة حاشا فسادي فسد اين يبغو يسعي في العب اين يبغو يعيش في فيكس العب حاشا حاشا او نعلم نعلم كما يثمثل اذن ذبر إن سيد ربي إشك تهني ولا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ماشي الشيء ما إدي قرأ سيد ربي باش هذه يطمئن وليه هذه تهني وليه الشيء يتعمر الجيوب يتعمر لكونت ولكنه يتعمر الولو ولو نحن يتعمر الحشر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يتمثل الإنسان الذي لا يفقد سين العنصرين أجين يفقد الإيمان ويفقد العمل الصالح ويثبع على مبريد السعادة ويثبع على مبريد اللهنة غس يكسر ويسود الزمير لنا ليف أذيف لهنة بيثود الدنس إلى قد يوال بصير ربي أذي يسعو الإيمان وأذي يسعو العمل الصالح بصير ربي سبحانه وتعالى أفيد يا ربي صغر أخطر لهنة وتسل زلام لهنة صغر صغر ربي من سرعه أكما يتمثل دوني يتكيس ربي ما ونك حمل يتكيس ونك حمل يارب ولكن لهنا الدين يتكيس ربي ونك حمل ونك حمل أي يتمثل ماذا قلت كيني تتعيش سيد ربي تتعيش غرف الله سبحانه وتعالى أكي منع سيد ربي من الشرط نفسيتي لك وقدي سكن أبريدي الهان وكمي أبريد إسافر بحط دونيتي إسافر بحط يخط وتسجل الحياة الطيبة ما يدمر إذن الإيمان الإيمان العمل الصالح شو مجين سيد سيدنا الراحة مبوي وتشيل على شوي النظر العنصر الثاني في فين بغينا بالهضر باختصار العنصر الثاني كل لا وتفوح واحد زلالة ما فيني كيف وذن نناد الإيمان العمل الصالح الوقيدة مزوار وخلاص ولكن الزخلة جنيا الدفع العمل دفوع يتفغي في عقلي فين ذي بودن ولكن كشين ما بنادم الإنسان المؤمن واحد زلالة ما فين كفودن أخطر الحزن الحزن ده فين كفودن وقدي تسرات مزواره أينك نكيف وذا أينك كيف وذا كل زمان ضغط ضغط زمان صرحة ضرحة ضغطي الضغطي وثرة سيوت السيامة هذا تصفقوا يا شيخ مره اسعد السومس نظر جمعه تخمه كنت ادون السخن الصغير ويد باش تسكو دار بلاصه صافي تنزع من بعد السيوم ود الملي كسر اشي ما شي بغينا تخمه اشي وين دار دفاتري يوتي حاجه ما فينا بلا كنت السفاره في الدنيا مره ولكن الشيء اللي انا بنادم زرت باللي ما حصل دوك يتسرر ما ينكني كيف فوتنا كي وتزرب باللي شي دار بين عيني شي كيف عيني شي يكتب وفي تصوير الغير ما عندش كلاف يوم اينك يكتب راسي ربي وحشب ويوت سوي نرى ولو ذنك اللي ضغر طرفيس أتغفيض في الناس أدي استفكي لحي ونك نعم مكفى ما استفك وانتي زران الحكمة البالغة شمي استفكا يكسك تكشين إذا الإنسان أدير دائما الأمر السلام يقرو من يسلم وجهه إلا الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أكما يتمثل وإن الله عاقبة الأمور خطر العاقبة للأمور ننسى إذن تسوق كرب ويناي حركين كرب ويناي أريك أريك شديول كرب ويناي لعو ماذا قلنا مصيب في فاسي لربي سبحانه وتعالى ويزمي لها هذه حركة أما كنا نفوض ضغر لصوصيتين أتصفض الباكيمة أما أشحل لي زيتاج ولكن ديرنيار ايطاج أتصفض الديركتور جنرال إذن سيد استنيين الكوار ماذا قلنا سيد يقول في ديستنيار تصفض ضرب كورتيس إني بابا لقد سيد ديستنيين وكي وكين ذلك مثل بسيط ولكن ولله المثل الأعلى ولكن سيد ربي مدي قضاء من حاجة صغور ما صارس وتزميرة رتيلة ورزميرة رتيلة ماذا قلنا مو يبغى رتيلة وتزميرة وتسيرة ماذا قلنا وسياج ذر نسيد ربي أي النظم أكما يتمثل إذا نسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ترد لكي لا تأسوا على ما فاتكم إن بشوف حد زمارة عفين يكون يفوتن عقل ذينك وكان رتصر إلى قصد ربي رسول صلى الله عليه وسلم إن نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها إن ذا الآدي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن ذا نفث روح القدس جبريل عليه السلام إن ذا الغروري ذا قال يا رسول الله يا أشيك ذا قال سيد ربي أي ذا قال ويتم سترى من العبد حاشا ماذا قل لا يتشاء الرزقيس مر راسي كميس ولو ذا قنف ماذا قل يقريس ويتم سترى حاشا ماذا قل لا يتشاء أي كم يتمنى باش نظرم كل يوم أي نزدق الله سيد ربي سبحانه وتعالى وستيب والحر حشر وحسي صرحة لحو كان سلاع قبل رزقك والطيبة الذي يحرى اخذم الوجبي سبب
في رضا كان الحياة فرجو سيدي ربي لك يدي رزق برزق الحسن وش وانش تقيا غير دي فكر القناعة غدخي ويك وش وانش تقيا غير دي فكر فركة نتساوى الدخي نرزقينك وش وانش تقيا رفع شبتو ذات العيب والحياة الطيبة يفيدنا الدركة بفسك تبار بي جميعا قيت مثلا إذن الإنسان يحزن هذا فين ذي هذا ذي المكتوب غير سيدي ربي سبحانه وتعالى خلص شيخ محمد الحسين سيف كربي الرحمة أين يكتب نوري تروح أكني تروح ذي البدك أكاك يا فريم أيت مثل والعنصر الثالث قرد يتبع الآية اللي يدل ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الدو فرح ثلاث سوينا كنا يوندي في كاسي دربي سبحانه وتعالى الفرح إذا قنا عقيب اليوم يبخل أفسين المعاني ميكسان ولكن يون الفرح مذموم يون الفرح مذموم محمود نعم ممدوح الفرح ما الإنسان ما كده رزق سيدي ربي سبحانه وتعالى بالرزق الحسن ثم زورته أتخمر أتحمد سيدي ربي ما تشكره وتستري النظام أتخزر من كان تحلل الرخار فيه إذا قوي نك نيجي في سيدي ربي إذا كده ربي صحة فارسيت خدمية خاضية إذا كده ربي دريا فارسيت خدمية خاضية إذا كده ربي شيء فارسيت خدمية خاضية على خطر أشيء ام حدش اي مثلا ام كل النعمه اللي في ديارس سيدي ربي عليه حاشه الجين ارتج النعمه لي اما غادي فلوس واما غادي مثلا سيدي جوزا خرب وين اللي دوني ما حدش فلا كله من عليها فن ويبقى وجه ربي كذو الجلال والاكرام انسان اي يفكر بما الدنيا هذه قيم للدنيا كالم يخام داك فلان تاني غاشر 300 ولا 400 سنه نذني روحي نذني ما زايد لان الدنيا خامني خاطر خامه كاين الدنيا ولكن ما قال يحل ديس الحسنات باب يسيح يحل ديس اين اريف ذي خاطينس اصفر الرجع وليس في الدم اكما يدمد الدقه ولا تفرحوا بما اتاكم الفرح ما الفرح شكون تشتاقين يحمي ضربي على خطر سيدي ربي قرض وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره اينك تفكر سخر مثل يا خبي على خطر الدون اجي من دينا سخر مثل يا خبي خطرين الا ندير دوني في التصويضه وكيتشدو مال عايش 100 سنه ولكن التصويضه راه يدي اكاين مثلا ولكن اينك نفخر داك اللي يا خبي اللي طاف دينا اكاين يتصور اين سخر داك اللي سخر وين يدي في كاسي ربي سبحانه وتعالى شكي يقدر بشي اتشكي اتصدق اتصنوض المشاريع في ربي تخزر المساجد تخزر كرب وين قاعد حل يا خاطرك دوين نيدي لكن خطرت سما قايد الشيء من اصل ويا قرا هذه في جراك جو ما حد سما كان ولكن ملي كنا تخدم ليس اين يفاش يا ربي اتخمد يا اتسخن ديك الشيء يا خاطرك وين اوكي تشفتر شتي لو تشفضر اكما يد مثل اذا يقرب ولا تفرحوا بما اتاكم قارون اي مثل ولا شكون يسعى الشيء ما يدوني في النقص ذيك في سنان القومينس لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين خطر الفرح المذموم يفرح الطغيان يزدخل نسعيني غيك ساعتين الطغيان غيك ساعتين غيك تسمى انا كنا ماشي تزوخا كان كنا مشطوح ولكن يغلد الطاغي يزدخل من القومينس وزيك نيم قارون ديوني عبد امن سعى من عباد من قوم بني اسرائيل يقر سيدي ربي سبحانه وتعالى الجواليش هضرت في الناس ان قارون كان من قوم موسى مدينا ان قارون كان من قوم موسى معناه ديوني عبد امن سنة امن قوم سيدنا موسى واش اللي فرس قال اسمه فوريوني وساسوشي سيدني فوري ذكرى انسان عادي اوردينار يعني لنا من اثنين ولكن سيدي ربي سبحانه وتعالى غير من الناس في كيجيش إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يقرب في غسل ذي الشيء أي في سورة المخزن نس إن تزمنات ترفذن ثرفع في القرقزن بجهدون زمان تذرفذ أي في سورة المخزن نغيكس أكلم خزر في كريه مثل ذي نسعون لهم أما ألم مذل عصر أكلم ألم مذل عصر أكلم وزمان تسعون نسع آخر أي كما يتمثل يقرب آتيناه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أو للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح ننسوا فرحة السعية يجب في كسي دربي على خطر وإذا كنا أهل العلم أهل الديانة وإذا كنا زران أبريد السي دربي زران فشفتنا يجب في كربي وزران للسعية للقرون تتواريز أزكالي ماذا ديج كل شرفي لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الرجل وصية الزورث ننسو بالتاغي فيما آتاك الله الدار الآخر أي قلت في كالكام فارس ديكس خميثي يا خاطيس أقفية ذا كيفات نوقفية تفضل
وبالتالي فيما اتاك الله الدار الاخره ننسوا لا تنسى نصيبك من الدنيا ننسوا ماشي الحرم يا حرم العبد باليس يا حرم خميس يا حرم الجيراني يا حرم الدشراني يسعي اخطر السعايا يكشر يكشر كنار الفقراء والمساكين ذر ذر ذا اذا نزلقين الزخين اين وتيسر الفقير والمسكين الى قطع قلب الليل يوثر الدار الزخين الشنيني حاشا اين ندير البعيد عن جربي جي مؤمنين ريالين ولكن اين تسعد الا اكشر كنديكس اكشر كنديكس الفقراء اكشر كند المساكين لكن في الثقه وبالتالي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا اقرا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين انس ولا تبغي الفساد في الارض خطر امسينا واحسن كما احسن الله اليك شتيني ذي عاد الى مردينا راه كنت من بني غام لعيبه مره ندوني ولكن ان غيرت شي لربي ما نشتاكين شي الى قص اتخدم ذي خير ما كان يقدر يخدم يا خير انسان يخدم ما الخير في كيكي ولكن شتيني الى قص خدم ذي الخير لغيري اما كان يقدر يخدم الخير سيدي ربي ذي كيف قال واحسن كما احسن الله اليك ولكن نكون ما نسعيش لقونا العصر ما نقدر في كيس ضربي الشي غيون اذيح أذيف هذا اللي يخدم اللي عشرة اللي الرسول اللي يخدم داخل أنا يخدم شو استشفان هذه الجليسة كنا نستلفي على غير نظر وتصدق على من الجماعة إن ديون يون في أحد المساجد الدوائر جنسا كجم يتخدم الجماعي إن دي ليون يعرف ذاكين ماشي اللي في ملتقى يتعيش يند ولكن اسمي فرق الثروة ليس عند أخي كخام يند من كل يوم ديك السن 25 مليار جنيه ندي ساحل يرى ماشي من الضرائب من ساعة كان فني ذاكين اللي في ملتقى ندي ثمين لكن يقول لي ند ولد فرق ميساعة الجماعة كده يجوه من سنين مرة أكل ملان ميساعة خزر فيد مثل أخطر شيني وسنت الاكتفار ربات نجن أثني حاجة في الجينات نجن أين قلت حل نظر يا خاطي كي ضاع كربوين كربوين يقول تحل ضر يا خبي إذا وإننا لا يحسبنا نشتاقين يفيدنا الدركة أثيك شمش طوح نشكريس ولكن وسع الطيارة ما في دور ملك الموت اللي قضى الروح للنس في سكرة الموت ثم زورنا ذا اللي خمم اللي خمي فرتو اللي يجال فيه إذا قد عقلي كي دائما وأبدا إذا قد يخمم اللي دو سي فرح اللي دو مريرو خطر كل يوم دينا أثي بيسي وقتيسة لغضر دوني كل نفس ذائقة الموت إن إلى قناعة لك إنما توفون أجوركم يوم القيامة إلى قناعة الإنسان اللي يعقلكم كل يوم في الدور أثي الدور الدورش من كل يوم أثي الدور أثي الدور سواسي أثي الدور سواسي خطر ما له دركة لن كرا لن هو يوم دي اسفي دي تساس خفيف وانشتقي سمنا لنا طريق لعب دي جهد نساس الشيطان يخدم لك 40 درجة 40 جيموني ولكن إلى قصة عقيدة مادة مدى الكرام دارية أتزار 365 سنة بلك أدم كثير سيد ربادي قال قل لكم ميعاد يومين لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ساعة مرون دي بمقضي ونواس من كل يوم دي ناهي ساعة مسيس ساعة مسيس وسل ما يدد الكالندرية مدي الدالي الكالندرية دي دود الكالندرية نغض ويضا نغض ويضا نغض ويضا حشا سيد ربادي يقزر إذن الإنسان دائما وأبدا أذي يعقيب بالليم أفري درد يركشون في الدو أدي دم الله خطو ينسكن العشرين سنة أقدر العشرين سنة يجي أقدر خطو ينسك بس سنة اسمي أذي خزر لأن ما أستيفا لا ديركشن هيك في الدو ما ذكي ما نفدو هذي وغيدر مشتوح أنا نفدو هذي غضر دوني ذكي سينما أستيفا لا ديركشن سريلا وذي عقل فريديس ذا شريخ أخذ مية خافي أقفي ذاك فث الرزق من عند الله هنا ولكن أخذ مية خافي وتسشو ذا كما يذمثل قارون عليه لعنة الله يفقد إليك وخرج على قومه في زينته يفقد يرسد الدهر يرسد الدهر يرزقك يوم الفقراء بالمساكين المساكين إثي تسمى قينك نعم إثي تسمى قينك ذا شو بسنا ننس أولا يسعون أي قيسا كقارون ضعف النين اللا قيم الرام أكي بغورين ذلك فيهم لنا ننس أولا يسعون أي قيسا كقارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أولا يسعون أي قيسا كقارون وما نمقي أنشتقي يقول إنك أخلاقي دقيقا سبحانه وتعالى ذين إكسع الحظ من كل العبد إسعان فاتونا بدوني للأغنياء الدوني مرة حشو ولا قيسا ذي الفايدة سلت غرغشي من روحي من نفسي أولا يسعون أي قيسا كنسان من باقي الباقين لنا مرة أك وركسيب لنا لهنا وركسيب لنا رحنا وركسيب لنا كرب وينك حمية وركسيب لنا الزغي حاشا ويذهب بضوعة سيدة رب خطر الغني الشاكر خير من الفقير الصابر ما تقول لنا بدي يقدي سان شان شيم خذ منه الوجبة السنة يقرس دخلنا سبحانه وتعالى إلى أن نمسك الدائرة العين الحمام
حدينا كلوجنا لوجنا سند نذكر بشيخة إيند ديوني في فلان في بزرمان زوالون اللي القاعة يجيني لدر ميسا كارلاش تنقر إيند ديوني ويتي ويتي كارا فاك تدام ويتي كارا لا الغير نظر إيند واحد سيدي فلان عامي فوق ويموت فلا ساعة ربا يقوثيز من بني ليك من بنى لله بيتا في الدنيا بنى الله له بيت في الآخر بمن بنى مسجدا لله في الدنيا بنى الله له بيت في الآخر إذن أكذا يتمثل أسيب مسجد ربي أخام دي جنتي ونك خدمنا كاين ولكن فرعون عندما تفضل مسجد إمين طغانا فيها كرد وإذا وقال الذين قلت العلم إذا ذلك فهما ظرانا وش مثل دخل قربي وإن ذات دون إن الناس إيا غسا عقيم بلي الساعة يقيك ساعة كاين ويقرأ الله صروح ولكن هذا السؤال وهو ذكرني في غياقي هذا السؤال الذي يخاف الغيبونين أن خدمة أن ضع سيد ربي نثل عبرين سيد ربي أغير رزق الرحمة من عيشته ذات العائل الدوني ولكن أنشتقي وتسمع قيثرة تسمع قيثرة وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون عند تفق مساتي سيقار فخصفنا به وبداره الله يخصف سيد ربي سبحانه وتعالى في الناس إيقاع سنسان سوين نسان سوين الشمرة أبك كروي نساء قارن كامل يروح أخزر الوين الإنسان يقوف ين النعمة سيد ربي سلقوف يقوف يقوف يخدم البراد فار سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أجعلنا الولين القبضين يقول لي يفكيزن السعين بعد الوينس ولكن ولش يقزمرن القبضان أذي الولد القبضان سيد ربي أيات مثل أسيم إسي عجب أذي خدمة كامل إذا في أول أذي كامل أيات مثل أخي جاي ربي دي المؤمنين أيات مثل إذن الإنسان أدي حاسب إيمانيش ما كي يرزق سيد ربي لفكيك لسعير لفكيك لسعير يرزقك لنسقك فمزورة مزورة شو مدي قارو فقفر حريس شو مدي قال الله طفر حين الله لا يحب الفرحين أنت الزرق بويني لها يمك سيد لفكا مغاية الشيني ما تحاسب إيمانيك بلده الزرق ماذا قال النعمة غير لفكا سيد ربي أهدي يوفك إذن كان العايك يوفك أهدي يوفك إذن مظلو يوفك إذن مدية يوفك إذن الزكاة يوفك إذن تصوزمت زكاة حشب ونسان حقيقة وني بضم النساء وين تصوزمت تخدم دينك نتيقى الحي تسعب العلاقة العايد المجتمع تخدم الخرس وين من زمان فضاع سيد ربي تصوزمت يفكيك سيد ربي غص فرح يقسمك ذينك حمليك ذلك ولكن ماذا قال لك تشيني تحصد إيمانك ولكن الأسف الشديد أن تحسب ريمان إن ديون إن ورد الظلام ويتبعرك وبريد الدين كامل ولكن إن دي تهجيه ضربي أكيد دينا أكيد دينا ولكن ده شو تهجيه من دي تهجيه سيد ربي ولكن إن تبعر بريد سيد ربي وقيم يقام نسل الاستدراج سيد ربي تسوي الزورة 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 حاشا ماذا قلنا يبقى ثريو ثم نقطة يروح يبقى سكنا دي حدث فلاس كيف مثلا يقرأ فلما ناسوا ما ذكروا به ما قلت ترى فأسمعي تسون أين الدين ربي تسون بريد الدين تسون الشريعة الشرع ربي تسون أين في غديو مرة الخدم وين إلها باش أنا رحم إيماننا أنا رحم الأهل ما أنا رحم العيبة ذا الرحمة للعالم أني ذا الرحمة وإذا كي يغدي الزين أن ذا الليبر الإنسان المسلم يلقى ذا الرحمة حاشا الخير حاشا إلها أنا ريدي يقرد فلما ناسوا ما ذكروا به أسميت سولا اشتكيز دناك إن فتحنا عليهم أبواب كل شيء إن في اللي غزم تيقولي إني وانت يقول القاء يلي يخاف كعاسة الكاملة إن تجعل ربي فرحة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إن تجعل ربي بفرحة غرند الفاحث وينك نزل فيها إن تسول بالليل الاستدراج إن تخماسنا كما بريد قياده الرسول صلى الله عليه وسلم يتفسر الآية إن ما ثوي ذي عبدي فغي وفريد وفريد سيد ربي وثولت بلي تنعيم أصدر بي تكسي إن دي نقص عقيد بلي يتسوي ثي ذو أصغر بس ولكن قريبا دي أول وسيسة ديو فاعلم إنه استدراج إذا رأيت الله ينعم عبدا وهو مصر على معاصيه فاعلم إنه استدراج ماذا قلت ثوي سيد ربي تنعيم دي عبد وذن تسوي فغي وفريد إن دي عقب الاستدراج ذو أصغر وسيسة دي تسوي ولكن قريبا باش ادي في الايات ما يقلع عقلك دي انجر بيجي مؤمنين اذا النعمه من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ماكش اويني فغنو اويني من سينا سيد ربي من سينا ردي من سينا ر افريد وين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطويل بلي نعمه من سيد ربي الى قد الخوف هذا بوضو وغيد غرو سوق وقف لك ثوي تسجل وغيد غرو سيد ربي الزيد الزيد روح درس الظليل سكيهم وزو خدم الخير سوين ميد سوين ميد إلا قد قيد غرسي داربي وقفل وقفل أكثر تسجف أخطر أنشتاقيني من أماك دلنا ذي الاستدراجية مثلا النعمة أفل عبد العاصي يتعتبر ذي الاستدراج ثلا النقطة النظام الإنسان وتسوى الهم كوين
ودي ننسي لها فلاش لان العباد شوية في الهيكل فرصة هذا شيء نيوم خطا السيد ده شيء كهيكل هي وقد غاد هيكل سبحان الله لان العباد ده هيكل ذي الخوف اللي هي قد نهيه وسادة شيء نيوم ولكن يكشمثنا الرعب وقد غاد هيكل والسنة غيز الدكاية هيك وإذا السنة غيه هيك والعبد يتقبل يكشميت الهلع داخل ويكشميت يخو يعني مثلا أنسي أنسيسكي يخو يعني الخوف بوجد ذي هيك أنسي دابوت ذي هيك ولكن إذا إنسان يوين لهلك إيمانيس ولا لا يبدي يتسود من فوق بعيد عن جرب جيوني لا لا يبدي يسأل إنسان إن ده كي يون العبد مثلا إن ده الكرد الفوق رأي إن ده الكرد سار إن ده الكرد سار تقص بغرم إن سار إن ده ولكن بسين غير ضرب فلا إن ده النفاق إيمان لكن يتيق الحي إن ده ميرصني إلا لكن ده يقول يبدي فوق إن دائما نلوز دائما نلوز قول لا صدقة لا زكاة لا ريان إن خطر شيء إن ده خطر مجدا نلوز سبحان الله ما قيد كان يتمثل ما قيد خطر إزوال إزوال ياز إزوال إزوال ياز هذا لقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن تصدم هذا تصدم هذا الخير ذي العبد من إزوال ثوات إزوال سياز إن دوينا ما تدي خير ما تدي خير إن ده خطر زوار ثوات أرويز إن ده ولكن وهم على الخير بين ميك زوار ياز إن ده زوار استوات إن ده خطر لازم إن ده وين الدائم نجي يحول غسل هذا ويسوف لم يذ يزن يحول خط ينشتجع إلا حشو وإذا يرحم سيد الله خطر نتسق إذا هذه إذا نسق دي تسوي له بريدي لها إذا نسق قعيب الأول إذا نسق جمني بردا إذا نسق دي تسوي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إذا نسق دي يهدون أية مثل الإنسان وث فغري عفيف يسمع قير وين أروين في وهر أروين يس أروين وسعر وين وسعر خطر أشتكي ديني شوفون يعفيف يعفيف من يسمع هذا لعب يسام في قصين يسار أو قصور يسام يشين يسام من بعد يسمع قير الرأس أبرد دينا إذا فيس يتقلق يكشمي لعلك هذا خير وينز أشتكي وذي عيثرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقرب يسمع قير أروين إلا دوذو وتسعرات كروس سما قرد يوني سادة كروس كشتون سادة كروس خات أحمد سيد ربي تشكر كشقيك في حوضة في ظهرني ولكن يحونك أنا في كروس لأهلك أيهيك خطر يحونك يحونك في ظهر ذوينك يميل حولي ذا منيش وثي السنة النظام لا لا يبدو نسك ونسعر من بان يظهر الذي يحون الذي يحون مسكين إذا قال عقيدة دائما يندي المادة تسمى قال أرويني لن دواك ولكن دي ثمسنين تسمى قال أرويني لن أرويني كيو قرر باش تحفظه في الناس ولكن الحاجة المادة تسمى قال أرويني لن دواك أرويني كان يتفض باش أتظر النعمة سيد ربي دائما نستحق الضرر أينك ديفك ذين تستهل ذين أتحمد سيد ربي تشكر وذين ملك لا تحمد تشكر ذين كيوين غرجون كما يمثل إلا العبد هذا أسدي أسدي في كسيد ربي أين يقبي عليه أين يقبي عليه عقل ولكن ذين كيوين الجهنم بقرد ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم هم كافرون إن ضركك يعجب الشين سن غدر ينسن من ذلك أسن بشدة عدش فا إذ الدنيا بول مثلا وغل جهنم يسن أسكى يوم القيامة كما يتمثل إذن العبد ويتسمع قيلة إذن سبت للمادة مقي لا ماتيار تسمى قي أرويني أرويني كيو قرن ولكن إذن سبت موسنين تسمى قي أرويني كيو قرن بشر هذا تحفظه والرزق أي مثل النقطة فانقرف إلى أرد نخدم وتسوي لهم الهم من الرزق ذخي المخيني أخطر لهم الرزق يستكلف السيد ربي أمي أستكلف السلام من الرزق وإذن يستكلف إنسان أتجريني في كيد يومرا إنك خدمي أتردي طرف سلاه وين يستكلف إنسان لا وسكت شمالا ذي الرأي السيد ربي وسكت شمالا ذي الأمور السيد ربي الرزق يقرب لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى خطر الإنسان ماذا قليل يتفاعل في السيد ربي ماذا لنا غريد يتفاعل في السيد ربي معناه بشان كسيانين أو بارة فوياجين ماشي أسخن الله البركة الرازمة تصرف دور ما كده لا ماشي لين سيمون يخدم انت مسدني ساعة تزمر في ساعة يعقل ويخدم رب وتيكار غل الإسلام فيش أي خطر اليد العليا خير من الذوين يتسكن خير ولا وندي سنتر ولكن الإنسان ماذا قلت جد زمن ويساعة تزمر في ساعة يعقل وينسك شمارة ويرس قصة خمسة يتسوى أهل ديكس دي إذا دي من دي جي فيك بلم زيكا بنادم أهل الدمد وتصفق راضي منك سعادة سنتر ولا تشقاليون بخامي سنة روح في كسر المقسومي سنسيو سيدي ربي على خطر يكسس الوسائل سريعه كيف مثلا ولكن ما ادري انما اشتغل معناه وتشيلال الانسان فين يوم الاسلام سبب اخذ من وين لندي حياي اخذ من وين وورك داك اللي خشوا حرام غير دخل جي بي
ولكن ما خلو أين لن بفوزي أشكي يا سيد ربي سيد ربي لا يستكمل في صارسقني ذيك ذيشو نقول وإلا قال الإنسان إذا قال في مسألة الدين خطر الدين يتسوي من الرزق إلا قال كذي يقال سيد ربي سبحانه وتعالى ومن يتق الله ومن يتق إنسان مالين من المتقين يكتب على بريد ربي يتسوى من سيد ربي ذي في مستحطة لما تسمى فرات يتسمى كثير يتد من أول قرارة تطفن سنة تول ذا سنة هذا خلص يعني يخذم إلا قال عقلي كيام يقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن دونا يتبع على بريد سيد ربي إن دا في الدي يرزق سيد ربي سبحانه وتعالى ذبن دا وإن ولا وسيجعل سيد ربي تقول زركا إن دس يخدم سيد ربي المخرج ندادي فوق دين أزمني التقني لكن أستخدم هذا قولت ندادي فوق إن دوز أثي درس فوق الواسي وبندا وينوال أكيد غير مثلا الإنسان التقي له ويتسوي درام أخر أخر رزق خمس الخطر الرزق التقوى غير سيد يحو استعان سيد ربي يقرض لله نظم يقرض وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى خزرت كان وأمر أهلك بالصلاة إن أمر أخمي زوجي الروي إذا إلى الدولة عنايك إذا الصلاة إذا الزيف لي إن دمرت نستظل إذا الزمن أدو غير الورد سيد ربي إن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أنسعوا المداومة ماذا تنزل لك إن لا نسألك رزق إن دوك الطيب على رزق بشأن إذا رزقت الشركات إذا رزقت الرزق من عندي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إن دل الخزائن وتفك ترى إن الرزق صغير كيلي ولكن خشيني خدمين اللي عندك فوسيك امر يتنصر امر يتنصر وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك ان كان درسا الرزق وراوي كان درسا ولكن كتشيني مطلوب في الله الراوي اما ذا قشيش اما تقشيش هذا استمر اتصور اثنتمر باش هذا الظلم اما كان يقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان مروا اولادكم بالصلاه على سبع وضربوهم على عشر اثنتمر تصلي في سبع سنين وثلث سنه في عشر سنين ماشي تشي تشي تا ماشي تا تعتمد ولكن تشي تا المؤمنين كما يتمد باش يعني اثن تمر الظالم ديك 10 سنين داسون خطر مالك انه يقول لك ديك 10 سنين داسون مي وديك ديك الشمال اللي دخل الجامعه وتزرر وكدي ديك الدليل كان ظالم يعرف تفض 15 سنه داسون ميكش بغي لونيفرسيتي وهضرر اللي لقيت ساعه هذاك ولكن كنتينا الدورين ماشي بالرزق اني خشب اخدم ثاني في المجهودي رزق من عندي ولكن كنتينا الامر يعني خمي يرك الورق وكذا الاهل لي امرتهم الظالم على خطر العاقبه يوم يوديك يكتب على بريد سيدي ربي الرزق الإنسان مطلوب في اللاسة مطلوب في اللاسة اليمر الأهل نستظلت ستاعة سيدة ربي ذوكني الواجبة يخدم إنسان كشينا السبب خدمين إلى أن يلدك فوزي ولكن الرسل صغر سيدة ربي إنسان إلى إنسان إلى إنسان أكما يتمثل أرجع يا ربي للمؤمنين إن شاء الله سوي كان إنسان القابي سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى صرح قول إذ كمان روح الرؤوس السدوسي فرحان سدو الرؤوس ونعيش دوني دوني في الهان دوني في الهان إذا تعيش بحبي ربي وين يسيرين من عامل صالح من ذكر لو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أشك سيد ربي الحياة الطيبة من العمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة ولنزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.